اعطيت فلان مال يا رب اعطيني زيه، اعطيت فلان علم اعطيني زيه، اعطيت فلان شهر اعطيني زيه، اذا كنت عايز اطلب خزائنه لا تنفد، بدل ما احقد على اخويا اطلب من الله. صح، يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، ها واسالوا الله من فضله. يعني اللي اعطى هذا واعطى ذاك يعطيك سبحان الله. والقصه بتاع صحيح مسلم الابرص والاعمى والثاني المصاب ببرص والأكمة سبحان الله، وجاهم ملائكه وامتحنهم بعد ما ربنا اكرمهم بالمال، اللي عرف نعمه الله زيدت له، صحيح، واللي انكر نعمه الله قال ورثته كابرا عن كابر. طيب يا سيدي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه تمتع سبحان الله. ولذلك المتكبر الاساسي غير بعد ابليس يعني والعياذ بالله، من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة سورة الكهف. الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكاد له ثمر. شوف المتكبر لما ينطق. قال له صاحبه وهو يحاوره، بدأ في البداية قال ما أظن، لا احنا خلينا في الأول. قال المجرم هذا بص على الجنة كده الحديقة، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صاحب المدنية اليوم أصحاب المدنية والحديقة يقول لا لا تبيد المدنية، صحيح. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الحضارة إزاي تزول؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى؟ لا ده مش ثقة في الله، ده هو أمكان، ده يقول لها حتى بالنية. لو كان في آخرة أنا أرض وهجت هناك العز تحت بند إيه التاني، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، رجعوا إيه إلى حقيقة ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بعدين ينصحه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ان ترني أنا أقل منك مالا وولدا.